هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم شرحا مفصلا لمقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي: أصل الدين وقاعدته أمران، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والموالاة فيه وتكفير من تركه، وهل هو على التعيين أم ماذا؟ مع شرح الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين، إلى آخره. كلام الشيخ واضح، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له هذا هو أصل الدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا أصل الدين. والموالاة فيه بعد ما الإنسان يهديه الله للإسلام يوالي المسلمين، يعني يجعل محبته للمسلمين ويبغض أعداء الدين، الولاء والبراء والحب والبغض، الولاء للمسلمين والبغض للكافرين، هذا هو الواجب على المسلم. والإنسان اللي ما يكفر الكافر هذا كافر مثله، لأنه رضي بالكفر، لأنه رضي بالكفر فصار مثله والعياذ بالله. الواجب أن الإنسان يكفر الكفار ويتبرأ منهم كما أمره الله بذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا، نعم، ما يقول الإنسان أنا مسلم ولا علي من الكفار، ما أبغضهم ولا أعاديهم ولا هذا، ما يجوز، هذا ما هم مسلم، ما صار مسلم. اللي ما يعادي أعداء الله هذا ليس بمسلم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم.